إذ قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرون إثر قصف للطائرات الحربية الروسية استهدف أحد المخابز في بلدة تير معلا في ريف حمص الشمالي وفق ما أفاد ناشطون. يأتي هذا بالتزامن مع هجوم بري موسع تشنه قوات الأسد في محاولة لاقتحام الريف الشمالي لحمص، وترافق الهجوم مع قطاع جوي روسي وقصف عنيف طال مختلف بلدات الريف الشمالي. ومعنا من حمص مشاهدينا الناشط الإعلامي بيبرز التلاوي. بيبرز أهلا بك معنا، التفاصيل التي لديك حول هذه المجزرة. أهلا بك، على تحية لك للمشاهدين الكرام. اليوم الطيران الروسي كاد لا يتوقف وهو يشن أكثر من 30 غارة جوية على الريف الشمالي لحمص. قد بدأت الغارات الجوية منذ الساعة 5 صباحا عند سقوط هذه الصواريخ تؤدي إلى سماع أصوات انفجار. جميع موجودين في حمص في المدينة وفي الريف وفي المواقع الخاضعة تحت سيطرة النظام قد استيقظوا خلال الصباح نسبة لقوة الانفجارات الهائلة. لدينا 10 شهداء لحد الآن والعدد قابل للزيادة في منطقة تير معلا وفي الغنطو وفي مدينة البيسة. أحد الغارات استهدفت أحد الأفران الموجود داخل منطقة تير معلا، هذا ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الجرحى في صفوف المدنيين وفي صفوف النساء والأطفال. لأنهم يحاولون خلال الصباح أن يحصلوا على قوت يومهم وهو الخبز، لذلك اليوم لقمة الخبز قد أصبحت مغموسة بالدماء تزامنا لمحاولة لقوات النظام أن تجتاح الريف الشمالي من أكثر من محور. في ظل هذا القصف بيبرز، إلى أي مدى هناك صعوبة في وصول الجرحى إلى المستشفيات الموجودة في حمص؟ الطرق جميعها قد قطعها النظام التي قد اعتاد أن يسير خلالها المدنيون. النظام يقوم بقصف كل شيء حتى أن الطرق وهو يمنع وصول المصابين إلى المشافي الميدانية. بالإضافة إلى هذا أننا لا نستطيع أن نقوم بإخراج المصابين من ضمن الريف الشمالي لحمص، أن المنطقة محاصرة منذ أكثر من عامين، واليوم النظام قد صعد عسكريا وأيضا قد ضيق الخناق على المدنيين للضغط عليهم، وهو النظام يحاول أن يكثف من عمليات القصف بالراجمات والمدفعية وأيضا بالطيران الروسي. هو يقوم بالاجتياح من أكثر من محور في المنطقة، أطراف مدينة البيسة يحاول أن يتقدم، أيضا عن طريق جبهة الخالدية وأيضا جويليك. والنظام يريد أن يقوم بالسيطرة على المنطقة، ولكن الثوار يواجهونه بشراسة وقاموا بتدمير 3 دبابات بالإضافة إلى مصافحتين، وقتلوا أكثر من 25 قتيل في صفوف قوات النظام. والآن اشتباكات على الشراسة والانفجارات تعم المدينة بشكل كامل. اليوم نحن صراحة نشهد حرب حقيقية في الريف الشمالي لحمص، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن لا تستطيع عصابات الأسد أن تتقدم خوفة على سلامة المدنيين، كما اعتدنا أن النظام عندما يجتاح أي منطقة يرتكب مجازر بحق المدنيين، كما شاهدنا طيران روسي من السماء لا يرحم المدنيين، وعلى الأرض عصابات الأسد والتي تقاتل معهم الميليشيات الشيعية طائفية يريدون أن يستبحوا دماء المدنيين. بيبرز، في ظل هذه الأجواء هناك قصف متواصل وعنيف كما ذكرت وأيضا قطع للطرق، هل بإمكان المدنيين النزوح إلى أماكن ربما هي أكثر أمانا خارج مناطق حمص؟ أين المفر؟ لا مفر من الموت في حمص، المنطقة محاصرة بشكل كامل، لا أحد يستطيع أن يذهب إلى محافظة أخرى، أو بالأحرى لا أحد يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر. لدينا مدينة البيسة هي عبارة عن كنتون عزلها النظام باقي المناطق عندما قطع الطرق الرئيسية والفرعية، تلبيسة كذلك أمر الدار الكبيرة، أيضا الخالدية وتير معلا والغنطو. هذه المناطق النظام قد حولها إلى كنتونات صغيرة عزل بعضها عن بعض، بالإضافة إلى أنه قد قام بعزل الريف الشمالي بشكل كامل عن العالم. لا أحد يستطيع أن يخرج من الريف الشمالي ولا أحد يستطيع أن ينتقل من منطقة إلى أخرى، لذلك المدنيين موجودين داخل الملاجئ وهم مرعوبين الآن، والقصف لا يرحم أي شيء، فكل شيء الآن هو معرض للقصف. حتى منذ قليل الطيران الروسي شن غارة جوية على معمل السكر، معمل السكر خاضع تحت سيطرة قوات النظام، والآن النيران تشتعل بداخله، مما يعني بأن الطيران الروسي يقصف بشكل عشوائي، لا يميز أي شيء إن كان من طرف النظام، إن كان مؤسسات أو إن كان المدنيين. نعم. أيضا ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام. شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة من حمص، حدثنا الناشط الإعلامي بيبرز التلاوي.